قال المؤلف رحمه الله بمتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم متى أفعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعين يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسم صح عين نفعل وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتان ذن وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه مطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان بفعل كقولهم سردان اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مطرد والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو الكبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعل وشاع نحو كامل وكمل فعلى لوصف كقتيل وزن وهالك وميت به قم لفعل اسما صح لاما فعل ووضع في فعل وفعل قلل وفعل لفاعل وفاعل وصفين نحو عاذل وعاذل ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لاما ندر فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه لي منهما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكون مضعفا ومثل فعل يتا وفعل مع فعل فاقبلي وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزم في نحو طويل وطويلة تفي وبفعل فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرب بفعل اسما مطلقا فهو فعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما وقل في غيرهما وفعل اسما وفاعلا وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخيل فعل كذلك ما ضهاهما قد جعل ونبى عنه افعلاء في المعل داما ومضعف وغير ذاك قل فواعل لفعل وفعل وفعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعل وشذ في الفارس مع ما مثل وبفعائل اجمعا فعال وشبه ذتائن او مزالة وبالفعال والفعال جمع صحراء والعذراء والقيس اتبع واجعل فعاليا لغير ذي نسب بجد كالكرسي تتبع العرب وبفعال لو شبه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماس جرد لا خيرا في بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العدد الرباع احذفهما لم يكن لينا الاثره الا الختم والسين والتامين كمستدعي الازل اذ بين الجمع بقاهما مخل والميم اولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله ان سبق والياء للو وحذف ان جمعتما كحيزبون فهو حكم حتم وخيروا في الزائد سرندا وكل ما ظهر كاسر جمع التكسير قالوا ما دل على اكثر من اثنين بصيغه تغيير لواحده لهوا او تقديرا رجل قلت رجال لفظ تقدير فلك تقول في الميناء فلك واحدة وفلك كثيرة الفاظ معدودة تدل على الجمع والمفرد بلفظ واحد قالوا فلك ودلاص وهجان وعفتان وكناز وإمام وشمال سبعة هاي بلفظ واحد للمفرد والجمع قالوا يا قصدت الجمعة قدرت لها وزن من أوزان الجموع فتقول كناز بوزن رجال وكناز بوزن كساء وتقول فلك إذا كانت واحدة فلك بوزن حمر وإذا كانت واحدة تقول فلك بوزن قفل والتغيير إما أن يكون بزيادة نحو قنو وقنوان صنو سنوان وإما بنقص كغرفة وغرف وتخمة وتخم وإما بزيادة
وإما بتغيير شكل نحو سقف وسقف وأسد وأسد، الحروف واحدة وتغير الشكل، وإما بزيادة وتغيير الشكل كرجل ورجال، وإما بنقص وتغيير الشكل كقضيب وقضب، وإما بزيادة ونقص وتغيير الشكل كغلام وغلمان. جموع التكسير نوعان، جموع قلة وهي لعشرة فما دون، وجموع كثرة وهي لما كان زائد، هي لما كان أكثر من عشرة إلى ما لا نهاية. جموع القلة أربعة فقط، أشار بقوله أفعلة كأريثة، أفعل كأبلس، ثم فعل كالصبي، ثم تأفعل كأطفال. جموع القلة. قال رحمه الله جموع جمعاء التصحيح من قبيل جموع القلة إلا إذا اقترنا بال الجنسية أو اقترنا بما يدل على الكثرة. قال حسان رضي الله عنه لنا قال لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دماء. ليس معقولا أن يفتخر بعشرة أسياف، وليس معقولا أن يفخر بعشر جفنات. هذه لنا الجفنات الغر وأسيافنا، لا بد أن يقصر كثرة. قال وبعض ذي بكثرة وضع يفيك أرجل، رجل لم تضع العرب لها جمع كثرة، تقول عندي مئة من الغنم أرجلها بيض، لا أخوان المجموعة أربع عشرة رجلا، أربعمائة رجل، أربعمائة رجل، وما هي تقول أرجل، لأن العرب لم تضع لي رجل جمع كثرة، وتقول فؤاد وأفئدة قلة وعنق وأعناق قلة، والعكس العكس. قال كصفاء وصفي، أصلها صفوي وقع فيها إعلال، أصلها صفوي كقفى وقفي وعصى وعصي وقع فيها إعلال، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو والياء وضمت لأخرها، ثم كسر ما قبلها، ثم كسر فاء الكلمة إتباعا، عصى أصلها عصوي، ثم قلت عصوي، ثم قالت الصاد كسرة ضمت قلت أوصي، ثم أتبعت الفاء العين قلت أعصي. فأنا أقول وبعض ذي بكثرة وضع يفي كأرجو تأتي للكثرة، والعكس جاء كالصفي. العكس يعني تأتي، أن تأتي جموع القلة، تأتي جموع الكثرة دال على القلة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فعول من جموع الكثرة، وهي هنا دلالة ثلاثة. بدأ رحمه الله يأتي بالوزن ويقول يجمع عليه كذا وكذا، بدأ قال لفعل اسما صح عين فعل، فعل اسم صحيح العين يجمع له فلس وأفلس، فلس وأفلس، نهر وأنهر، بحر وأبحر. وتقول أنة وآمن، عندي فسام، عندي آمن كثيرة، أصلها أنا أصلها شباب، أموة التاء في تقدير الانفصال فهي على وزن فلس، فقلت أأمون أأمون كأفلس. واضح؟ لا يأتي في العربية اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة، لا يقع هذا، قلبت الضمة كسرة فانقلبت الواو ياء، قاعدة الواو إذا وقعت في آخر الكلمة وقبلها كسرة تقلب ياء كالغازي والداعي وكالرضيع، ثم قلبت الهمزة الثانية مدا للأولى سويتيك، ومدا نبد الآخر الهمزين من كلمتين يسكن كآث الوقت صارت آمن منقوص، تقول عندي آمن ومرت بآمن، واضح؟ ورأيت آميا
منقوص صائد فتحة واضحة؟ ودلون دلون وأدلي أصلها أدلون، قالت الضمة كسرة انقلبت له ياء صارت أدلي واضحة؟ أنا قوله لجعل اسما لا بد أن يكون اسما، ضخم لا يقال أضخم، صح عينا لا يقال في بيت أبيوت ولا في باب أبوب، لم يكن صحيح اسما صح عينا، وللرباعي اسما يبغى يجعل إن كان كالعناق والذراع، كذلك الرباعي الرباعي إذا كان مؤنثا قبل آخره مدة وليست في علامة التأنيث، ذراع مؤنث آخره مد وليست في علامة التأنيث، تقول في ذراع أذرع، ذراع أذرع، ورغيف أرغف، معنى أرغيف أيضا، والعناق عنق، لا لا نحو لا يدخل نحو خنصر، رباعي مؤنث ولكن ليس هناك مد قبل آخره، كذلك سحابة سحابة لا تجمعها الجمع لأن فيها علامة التأنيث، نقول له وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. الشيخ رأيت مؤنث الشيخ؟ رأيت مذكر لعلك استبعدها، رأيت قلت أرغف هي أرغف قطعة لكن أرغف استبعدها لست متأكد منها، أنا كنت أعتقد أنه مؤنث لعله مذكر، إذا كان مذكرا لا يجمع هذا الجمع، لابد أن يكون مؤنثا، اتركها دعها. ماذا قلنا؟ وغير ما أفعل في الثلاثي إذا لم تطرد فيه أفعل عليك بأفعال، أفعل لا تطرد إلا فيما كان اسما ثلاثيا صحيح العين، تقول جبل وأجبال وجمل وأجمال وعنق وعناق وحزب وأحزاب وإبل وآبال أصلها آبال، وغير ما أفعل فيه من طيب الثلاثة بأفعاله الأخرى، فعل فعل لا تطرد فيه تطرد فيه أفعل، وكذلك لا يجمع على أفعال، في الغالب تقول في فعل فعلان كجرل وجردان ونغر ونغران وصرد وصردان، ومن غير الغالب رطب وأرطاب، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. قرأ البيت بعده في اسم مذكر الرباعي ابن الثالث أفعلته عنهم مطرد، مثال هو رغيف، رغيف مذكر أخطأته، رغيف مذكر تقول رغيف وأرغيف وهو من جمع القلة، رغيف وأرغيف وعمود وأعمدة وطعام وأطعمة، ليست المادة ليس نوع المادة مهمة، ألف أو واو ياء أظهر، وخرجت الصفة الشجاع لا يجمع هذا الجمع، باسم مذكر رباعي لمد ثالث أفعلته عنه مطلب، والزمه في فعال أو فعال مصاحب بيت ضعيف فعال مضاعف مثل بتات وأبت، وقباء معل قباء معتل أقبية، وكذلك إمام وأئمة وزمام وأزمة، وقباء كساء وأكسية، أنا قوله والزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف، التضعيف أن تكون العين واللام من نوع واحد. الله أكبر.